الو استيقظ، لقد نمت. لديك طلبيات عليك توصيلها. أين البيتزا؟ فكرة جيدة، لنطلع سيارات الدورية على الوضع. أيها الفريق، انصتوا لي، هناك لص عند منزل كارلو، تعالوا بسرعة. أسرعوا، كارلو لديه طلبات وعليه توصيلها. انظر كارلو، الفريق هنا، وفرانك قد أحضر لك دقيقا لتتمكن من خبز بيتزا جديدة بدلا من المفقودة. مات يريد أن يفحص المكان. أنت محق مات، كاميرات المراقبة ستظهر اللص بالتأكيد. وها هو يسرق البيتزا، لكن من هذا؟ هل تعرف؟ حسناً، سنتبعك مات. جيري؟ لكن لماذا سرقت بيتزا كارلو جميعها؟ حسناً، أنت بالتأكيد غير جائع إطلاقاً الآن. حسناً، كيف عرفت أنه جيري؟ أوه، لقد عرفته من كابحه. أنت ذكي جداً مات. جميل منكم أنكم تساعدون كارلو في صنع بيتزا بديلة أيها الفريق، وإنها فكرة ذكية أن تجعلوا جيري يساعدكم. لقد قمتم بعمل رائع اليوم سيارات الدورية، شكراً مجدداً، ودعاً أصدقائي، نراكم لاحقاً. سيارات الدورية. Mm-hmm.
مرحبا يا رفاق، ماذا يحدث هنا؟ أوه عزيزتي، تايلر قام برش الطلاء على جدار مركز الشرطة؟ حسناً، إن كنت ترى أنك غير مذنب، يجب التحقيق في الموضوع. تفكير جيد، يجب أن تتصل بباقي سيارات الدورية لمساعدتك. انتظروا هنا جميعاً. مرحبا يا رفاق، مات يفحص رسمة على جدار مركز الشرطة، هل يمكنكم مساعدته؟ حسنا، هيا بنا. لقد اقتربنا من الوصول. لا تقلقوا، سيارات الدورية ستحل المشكلة حالاً. ما رأيك مات؟ هذه الآثار تخص السيارة التي قامت برش الطلاء على الجدار. أنت محق مات. هذه الآثار لا تخص إطارات تايلر. ماذا سنفعل الآن؟ فكرة جيدة. هكتور، هل يمكنك البحث في المدينة؟ لا أرى أي أحد يقوم برش الطلاء، هل ترى أحداً؟ يا إلهي، إنه صغير توم. سيارات الدورية، يجب عليكم إيقافه. أسرعوا. صغيري توم، لما تقوم بتخريب الجدار؟ أوه عزيزي، رائع أنك تريد أن تجعل مدينة السيارات تبدو جميلة، لكن رش الطلاء ليس هو ما يجمل المدينة. لا تقلق، فرانك سيقوم بتنظيفه بخرطوم المياه. لقد تم تنظيفه، شكراً فرانك. الجميع يعتذرون أنهم لم يصدقوك تايلر. أوه واو، وسوزي خبزت لك كعكة، ما رأيك؟ أحسنتم عملاً سيارات الدورية، لقد كشفتم اللغز. وداعاً جميعاً، نراكم لاحقاً. سيارات الدورية. صباح الخير جيرمي، ألاحظ أن إطارك يحتاج نفخاً، هل تنتظرين توم لإصلاحه؟ ماذا تقصدين بأنك لا تجدين توم؟ هل هو في مكان ما في مرآبه؟
هذا غريب. لا تقلقي جيرمي، سنستدعي سيارات الدورية لفحص الموقف. مرحباً فرانك، مرحباً مات، نحتاج مساعدتكما، يبدو أن توم مفقود. ربما عليكم القيام بدورية في الشوارع لتعرفا إن كان أحدهم قد رآه. مرحبا يا رفاق، هل رأيتم توم مؤخرا؟ جيرمي تريد أن تبدل إطارها، ولكننا لم نجد توم. آخر مرة رأيته هذا الصباح وهو يقود بسرعة خارجا من المرآب ومعه حقيبة ظهر جديدة. هذا غريب، أتساءل لما قد يحتاج حقيبة الظهر ولما كان مسرعا. تعتقد أنه ذهب في رحلة مات؟ كان يجب عليه إخبارنا. مرحباً هكتور، كنا نحاول حل لغز هنا، لا نستطيع أن نجد توم. هل رأيته؟ رأيته، ممتاز. أين رأيته؟ رأيته يغادر مدينة السيارات هذا الصباح؟ فكرة جيدة مات، أنت وفرانك ستزوران بن، إنه يعيش في أبعد مكان عن هنا، فلو غادر توم مدينة السيارات فربما يكون قد رآه. شكرا هكتور. لا مات، لقد ثقب إطارك، هذا شيء مفزع. ماذا سنفعل الآن؟ لا أعتقد أن هناك ما يمكنك فعله لإصلاحه فرانك، لا توجد معك الأدوات المناسبة، فقط توم لديه وهو مفقود. أنت ومات اجتهدتما في هذه المهمة، فلا يجب أن تستسلما الآن. ما الأمر فرانك؟ هل لديك فكرة؟ تعتقد أن مات يجب أن يستريح هنا بينما تكمل أنت التفحص بمفردك؟ أنت محق، هذا أفضل ما يمكننا فعله، لنذهب لنبحث عن توم. مرحبا بن، مرحبا هارفي، هل رأيتما توم خارجا من مدينة السيارات هذا الصباح؟ ألاحظ ذلك، كنت خارج المدينة في الصباح وعدت الآن. رأيت توم هذا الصباح هارفي؟ رأيته متجها إلى مدرسة تعليم القيادة الجديدة خارج المدينة؟ هذا غريب، توم لا يحتاج دروس قيادة. فرانك، يجب أن تتجه إلى المدرسة لتعرف ماذا هناك. لقد فهمنا الآن، توم كان يأخذ ابنه لليوم الأول في المدرسة.
الحمد لله، لم نكن نعرف ماذا حدث لك توم. عمل بوليسي رائع جميعاً، لقد تم حل اللغز. بما أننا في طريق العودة إلى مدينة السيارات، فهناك بعض المهمات عليك توم. لقد ثقبت إطارات جيرمي ومات، يبدو أنك ستكون مشغولاً الليلة. نراكم في المرة القادمة، وداعاً. سيارات الدورية. مرحبا ليلي. مرحبا صغيرتي كيري. تشاهدان سباق القيادة التي تشارك فيه الصغيرة ليلي؟ لقد ربحت الصغيرة ليلي، ربحت. إنجاز عظيم صغيرتي ليلي، لقد حصلت على المرتبة الأولى وربحت الكأس الكبير. لا، الكأس ليس هنا. لا تبكي صغيرتي ليلي، سنتصل بسيارات الدورية، سيعرفون من قام بسرقة الكأس. يا رفاق، لدينا مشكلة. الصغيرة ليلي ربحت في منافسة القيادة، لكن أحدهم سرق كأسها. هل يمكنكم المساعدة؟ ممتاز، هيا بنا. السيارات الدورية هنا لحل مشكلة الكأس المفقود. لنفحص ماذا حدث هنا. لنرى، جميعكم رأى الكأس قبل المنافسة، صحيح؟ من كان آخر واحد بجانب الصندوق؟ الصغيرة كيري، لكن لا يوجد سبب لتسرق الكأس. هكتور، لما لا تحلق فوق المدرسة لترى إن كان بإمكانك ملاحظة أي شيء؟ هل هذه رسالة؟ يبدو أنها تقول: أنا أخذت الكأس، لقد ارتكبت خطأً، الصغيرة ليلي ستحصل عليه. أوه عزيزي، يبدو أن أحدهم يراقب الصغيرة ليلي. علينا أن نري هذه الرسالة لمات وفرانك. انظروا، أثر إطارات على الأرض. ما هذا المسحوق الأبيض؟ هل هذا دقيق؟
يبدو أن أحدهم خلف ما يحدث للصغيرة ليلي، أليس كذلك مات؟ الصغيرة كيري متورطة، لكن هناك سوء فهم. ها هي الصغيرة كيري ومعها الكأس. نعلم أنك تركت رسالة صغيرة كيري، لكنها كانت تبدو رسالة تهديد. لقد أخذت الكأس، لقد ارتكبت خطأ، الصغيرة ليلي ستحصل عليه. ماذا يعني هذا؟ أوه، الرسالة تقول لقد صنعت كعكاً، الصغيرة ليلي ستحصل على الكعك. لقد فهمنا الآن، كان يجب أن تري الكأس لكي تتمكني من عمل الكعكة مثله تماماً. تم حل اللغز، شكراً لمساعدتكم لنا سيارات الدورية. تهانينا صغيرتي ليلي، الآن لديك كأسان لنتناول الكعك. إلى اللقاء جميعاً، نراكم في المرة القادمة.